الناس صبعا ولها كل قليل. وسنحلق في سماء الشعر مع اثنين من كباره شرقي الازهري وانور الخطيب ولهما ايضا التحيه. شكرا للمنظمين رابطه ابناء بيروت ورئيسه اللجنه النسائيه في الرابطه الاستاذه منى عتامي وجمعية التواصل والحوار الإنساني ورئيستها الإعلامية الزميلة إيمان عبد الملك حامل الأولى والمجلس الإنماء الثقافي لمدينة بيروت ورئيسه الزميل الناشط محمد عاصي ورئيسة مجلة كامي نيوز التي تنقل الأمسية مباشرة ولا ننسى طبعا ريشة الفنان المبدع عبد الله مبارك وكذلك رنات العود عود الفنان إلي بيطار. وأخيرا نوجه تحية إكبار وتقدير لك أيتها المرأة ولعطاءاتك المتنوعة ونستعيد كلمات أحد الفلاسفة: ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر غضبة منه. نقول كل عام وأنت بألف خير في أي مكان وزمان وموقع كنت.